السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة ومعتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليها لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. بإذن الله اللي هيتابعنا هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن ايه. مباراة قوية جدا ومن العرس الثقيل هتجمع بين فريقي الوداد الرياضي المغربي مع فريق حافيا كونكاري الغيني في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري ابطال افريقيا نسخة عام 2024، ويسعى كلا من الفريقين لتحقيق اللقب الرابع لهما في تاريخهما في هذه البطولة. ويستضيف حافيا كونكاري فريق الوداد الرياضي المغربي على ملعب لانسانا كونتي اليوم الاحد الموافق 17/9/2023 لتمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7 مساء بتوقيت مصر والسودان، ونفس التوقيت 7 مساء بتوقيت كلا من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة أو متابعة المباراة عبر قنوات وعبر الترددات الآتية. أول قنوات معنا بالنسبة للأولى والرياضية المغربية الموجودة على الأقمار أو على الترددات الظاهرة أمام حضراتكم في الفيديو، أو عبر قناة أرت 1 وأرت بي وأرت إم الموجودة على قمر 9 درجة شرق والترددات أيضا أمام حضراتكم في الفيديو، أو عبر القنوات الموجودة على أقمار 3 و7 و10 درجة شرق والترددات أيضا أمام حضراتكم في الفيديو. ولو أنت من عشاق ومحبين الوداد المغربي والكرة المغربية وحابب تتابع معاه كل الأخبار الرياضية الجديدة والحصرية، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع أطيب تمنيات الفريق الوداد المغربي بالتوفيق وتمنيات الجميع مشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.